ديال الشوسون. ايه انا اختي يلا نحن معاك عندي دائما. شوكولاتة بلا باتفيتي. ايه المهم كان ناخذ العجينه مورقه السيده كاملين عارفين العجينه مورقه راه معروفه. ايه نعطيك الشوشوه ديالها، هديرها مالحه ولا حلوه؟ نديرها مالحه. واخا. ديروا واحد العلبه ديال التون، ايه واحد 100 غرام ديال الزيتون خضار كنطحنوه. اذا الزيتون السيده تحيد ليه العظم وطحنوه. ايه ولا تشري هذاك اللي كيتباع بالعظم وغادي يطحنوا باش يجيها سهل. اها. ومن بعد وجبن، وعندي شويه جبن، نعم واحد بصله مشحره، مشحره ديك البصله شويه ديال البزار والصلصه، نعم وعندنا واحد جوج بيضات مسلوقين ومحكوكين. محكوكين رقاق. ايه واخا رقاق ولا غلاد على حسب الاختيار كل واحد كيفاش كيعجبو. وتحط هذوك تحك دوك البيضات وتحطهم في الجنب ودير واحد مطيشه تشحرها حتى هي مع داك البصله. اي واحد مطيشه ام عدنوس وشويه د الملحه. ايه وديك الساعه تزيد عليه البيض، تحيد داك الشيء فوق البوطه وتزيد عليه البيض وبيض البيض. نعم وتخلط ديك الحشوه وتبقى تعمر بها الشوسوط تقطعهم مدورين وتطويهم. كيجي زوين حتى هو، كيجي زوين لازالت شويه الحار يعني كيدا ترى عارفين تبارك الله المغربيه ترى حادقات. تبارك الله عليك، رائعة. عندك هاد الفكرة ديال شوسون مالح معمر بالطون أو الطون وبالزيتون الخضر المطحون بالجبن بالبصل بمطيشة وكذلك بشوية ديال البيض. تبارك الله عليك أم هبة.